خلينا نقول إنه لما بتيجي تتكلم عن الفن ما ينفعش بلد كبيرة زي مصر وعميقة تاريخ وحضارة وأثار وتاريخ كبير، تاريخ مليان بقى بالفكر والثقافة يعني لو قعدت تتكلم بس عن الأثار أنت عندك تلت أثار العالم، تتكلم عن التاريخ والحضارات اللي مرت عليك يا مصر يعني تقعد تتكلم سنين، لو قعدت تتكلم عن الإنجازات بقى إزاي أنت بنيت الإنسان المصري، إزاي قدرت تقدم ثقافة، السينما المصرية اللي بتقترب يعني في أوقاتها قريبة جدا من بدايات السينما العالمية، التلفزيون المصري وما قدمه من أعمال، المهرجانات المصرية اللي كانت بتبقى دايما موجودة وباسم مهرجانات دولية علشان تستقدم الأفلام كمان الدولية ويبقى فيه فكر يعني يبقى فيه امتزاج للثقافات الكبيرة، فمش ممكن تفصل أبدا الفن المصري الثقافة المصرية اللي قدرت تقدم المجتمع المصري بكل الأشكال وفي كل الأوقات. مش ممكن ننسى أبدا وقت حرب أكتوبر لما الفنانين كلهم بقوا بيتسابقوا عايزين يقدموا أعمال تبقى شبه أو تحاول تقدم ما حدث في حرب أكتوبر، وخصوصا أن احنا كنا طالعين من هزيمة 67، فكان المجتمع المصري عايز يتنفس حرية وكرامة وعودة الكرامة بنصر أكتوبر. كان في مجموعة من الفنانين الحقيقة بذلوا مجهود، وكنت تحس أنه في الوقت ده هو ما بيمثلش، هو واقف فعلا على الجبهة، هو فعلا قادر يعني يقول رأيه ولكن من خلال الفن. منهم فنان كبير أنا مش بنسى أبدا دوره في أفلام كتير، أفلام النصر، ودوره طبعا في الثقافة وفي الفن المصري في السينما المصرية، وأيضا قيادته لمهرجان القاهرة السينمائي لفترة كان في أعلى أوقاته. مش ممكن ننسى أبدا الفنان المثقف الفنان حسين فهمي، خلينا نسلم عليه ونشوف كمان يعني حابب يقول إيه في يوم 30 يونيو بعد مرور 9 سنوات. الفنان الكبير حسين فهمي، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير عليك. كل سنة وإحنا طيبين. أكيد كل سنة وإنت طيب وإنت منور، وإحنا سعداء إنك دايما موجود بفنك وموجود بثقافتك وبحضورك وبوطنيتك كمصري. قول لنا 30 يونيو. أنا موجود معاك وأنا سعيد إني موجود معاك الحقيقة. 30 يونيو يعني إيه بالنسبة لك؟ 30 يونيو بالنسبة لي هي ثورة شعبية لأول مرة في العالم نشاهد هذا العدد وهذا الكم من الناس، 30 مليون شخص، وده جوجل اللي قال كده بناء على الصور اللي اتاخدت من الأقمار الصناعية. في حسبة المتر المربع بيقف فيه 4 أشخاص، حسبة المتر المربع في مصر كلها في القطر المصري كله 30 مليون أو أكثر. يعني لم يحدث في التاريخ أن في ثورة بهذا الشكل، ولم يحدث في التاريخ المصري ان يبقى في ثوره بهذا الشكل. ثوره 19 كانت من الثورات اللي قامت ضد الاحتلال، انما الثوره المصريه في 30 يونيو قامت ضد المصريين حكمونا، وهي دي عظمه الثوره، ان ناس حكمونا، جماعه حكمتنا، والجماعه لا يمكن انها تحكم المجموع، وبالتالي الشعب المصري رفض. رفض الاسلوب اللي بيتحكم بيه، ورفض بالرغم ان في مجموعه كبيره جدا انتخبت هذه الجماعة، لكن مع الشهور اللي حكمونا فيها ما قدرناش نوصل لسنة حتى. وأنا كنت من ضمن الناس اللي كانوا في تمرد ومضيت تمرد، وكنت بجمع أموال لأن كنا متوقعين أن هيحصل أحداث عنيفة جدا يوم 30، فكنا بنجمع فلوس إحنا وزملائي الفنانين، وأنا أذكر منهم الفنانة صابرين، قدرنا نجمع مبالغ كبيرة علشان نجيب شاش ونجيب أدوية ونجيب حقن ونجيب يعني كنتوا بتجهزوا يوم الثورة نفسه تبقوا جاهزين يعني جاهزين لأي، لأن كان حيحصل عنف وكنا متوقعين هيحصل عنف وحصل فعلا عنف. دي ثورة شعبية ليس مثيلة لها في العالم. أكبر ثورة قامت كان في أمريكا، كانوا 500,000 بني آدم لما مشوا ورا مارتن لوثر كينج في واشنطن. صحيح. اسمها The Great March. The Great March 500,000. صحيح. طيب أنا بعتز جدا بالأيام دي. هل كنت أنت متخيل، أنا عارفة كنت متخيل هذا الكم اللي ملا الميادين والكباري والفئات والأعمار والناس، كنت متخيل ده؟ أقول لحضرتك بمنتهى الصدق، وأنا كنت بتكلم مع أصدقاء ليا كتير جدا وبالذات من أصدقائي الأقباط، لأن الأقباط إخواننا في مصر خافوا وكان عندهم حالة رعب وكلهم عايزين يهاجروا وعايزين، وأنا كنت بقول لهم لأ، احنا هنغيرهم يوم 30 يونيو.
انا كنت مقتنع، لكن هذا الحجم وهذا، يعني احنا على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا ما حسبناش الناس اللي في المستشفيات، صحيح، ما حسبناش الناس المرضى اللي مش قادرين ينزلوا، ما حسبناش رجال وسيدات من كبار السن ما يقدروش يمشوا في ولو المظاهرات. ان والله كبار السن نزلوا بالكنب، يعني كان مظبوط دي حقيقه، ربنا ما هننسى طبعا. بقول لحضرتك ثوره ليس لها مثيل في العالم دي حقيقه. طب انا عايزه اسالك، لانه انا عارفه حسين فهمي قد ايه كفنان معني كمان بالثقافه وبالهويه، وانك تقدم دايما حاجات ليها معنى، ازاي كنت شايف الفن قبل 30 يونيو وقلقك عليه كان رايح لغايه فين؟ لا احنا كنا رايحين في داهيه، يعني ده التعبير اللي ممكن اقول، لا كنا رايحين فعلا يعني. وما حدث مع السيده ايناس عبد الدايم لما كانت رئيسه الاوبرا كان واضح جدا الاتجاه. وبالتالي انا دايما لما بقابل السيده ايناس وزيره الثقافه الان بقول لها انت السبب في الثوره، لان احنا كلنا كمثقفين اتجهنا لوزاره الثقافه في هذا اليوم ووقفنا ورفضنا ان وزير الثقافه في هذه الفتره صحيح يدخل مبنى الوزاره، واعتصمنا جوه وزاره الثقافه. صحيح، ما هي دي كانت ده كان المنبر اللي الناس بقى بتتجمع فيه طول الوقت. بالزبط يعني ده اكيد. يعني الفنان حسين فهمي، انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنه وانت طيب، كل سنه والفن المصري وحضرتك بصحه وسلامه، ومصر دايما بخير. يا رب دايما بخير، يا رب دايما مصر بخير وفنها بخير وفنانيها ورموزها دايما بخير. محدش ابدا ممكن ينسى يعني وزاره الثقافه والاعتصام اللي يعني بدا باعتصام وتحول بعد ذلك لمنبر، محدش كان ناسي انه الناس الحقيقه كان الاعتصام هنا في الزمالك، والناس كانت بتلف لانه كانت بتحس انه في حاجه بتحصل وانه الفرج جاي وانه لا لازم نروح. انا فاكره كنا بنلف مره واتنين لو في حاجه نمضيها، انا عايزه امضي اكتر من مره، والناس كلها كانت بتعمل نفس الشيء. المصريين زي ما قال الفنان حسين فهمي، والمشهد اللي صورته جوجل مشهد مش ممكن ننساه أبدا. فاكرين كده كلام عمنا صلاح جاهين لما قال عن القصيدة بتاعته، وقف الشريط، وقف الشريط في وضع ثابت، وجي وقت المشهد عشان نفحص وندقق، نفحص وندقق بأنه ده بجد رغبة المصريين وإرادة المصريين، وإنه المصريين مش ممكن أبدا تتخيل إنه ممكن يفرط في بلده، أو يقدر يفرط أبدا في أمن بلده، أو يسمح لأي معتدي فكرا أو إنه يجي على الأرض ويغير من هوية البلد. يعني أي حد بيفكر لازم يرجع الشريط، ولازم يفضل الشريط عنده دايما في وضع ثابت، لأنه المصري مهما فاتت السنين هو نفس المصري اللي نزل من 9 سنين، هو نفس المصري اللي موجود دلوقتي، بس دلوقتي بيبني ويعمر وبيحتفل لأنه قدر يرجع بلده من جديد.